اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعدكم اليومي اليوم الخميس مع برنامجكم صباحكم تونسي. اذا اليوم الخميس 9 جانفي 2020، وسعيده جدا ان نكون معكم اليوم ابتداء من توا حتى الواحده ظهرا. برشا فقرات واستضافات تستنى فيكم كالعاده باش ناخذوا فكره على حاله الطقس، على مع الخبر مع نزار مقني، كذلك باش تكون حاضره معنا دكتوره اميره شلبي من خلال فقره صحتك صحة للجميع، كذلك من خلال فقرة التغذية اليوم باش تعرفوا علاقة التغذية وتأثيرها على نظارة البشرة. برشا فقرات أخرى تستنى فيكم، تابعونا من توا حتى الواحدة ظهرا. نحب نقول صباح النور وصباح الخير المحرز الغنوشي. صباح الورد. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بك منى، مرحبا بنزار، مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الوطنيه الاولى، وان شاء الله صباحكم تونسي. نزار صباح النور. صباح النور منى، صباح النور محرز. زاهي محرز اليوم، زاهي بطبيعه، طقس جميل اليوم، وفي حين بعض فما بعض الاخبار وعنتها ماك تعرف احنا ولينا برشا عنا الاخبار الكاذبه. طب اكيد مش يكذبها فيك نيوز، الفيك نيوز تقولي فما امطار طوفانيه تستنى فينا، لطف علينا بطبيعه. هذا كله باش نشوفوه معاك من خلال فقره الميتيو اللي نبداو بها كالعاده. محرز، شنو يستنى فينا في طقس اليوم؟ اليوم الخميس 9 جانفي 2020. الحمد لله، احنا خلينا نكونوا ايجابيين ونبداو بالاخبار الايجابيه. ايه؟ اللي هي بشار الغيث النافع وكميات الطيبه من الامطار واللي كانت في تقريبا مستوى تقديراتنا وتوقعاتنا. البارح الامطار نزلت بكميات طيبه تجاوزت مستوى 20 ملم، خصوصا في المعتمديات المطله على البحر. على كميه الامطار كانت في ولايه بنزرت في سجنان 35 ملم، 32 في ماتر، 26 في جومين، في غزاله من ولايه بنزرت. بالنسبه لاقصى الشمال الغربي كميه الامطار كانت في مستوى 22 في تبرقة من ولاية جندوبة، 21 في نفزة من ولاية بازة، جهة الوطن القبلي وصلت فيها الأمطار المستوى 23 في الهوارية، 19 في الحمامات. بالنسبة لإقليم تونس الكبرى على الكميات كانت في المرناقية 19 ملم، وفعالية الأمطار كانت أقل نسبيا كلما اتجهنا جنوبا. عموما في ولاية زغوان كميات كانت من مليمتر ل 14، كميات دون ال 10 ملمترات في ولايتي سليانة وأيضا الكاف في مناطق الوسط. عموما أمطار متفرقة إلى محلية ما فاتتش ل 4 ملمترات، وسجلنا مليمتر وحيد في الشبيبة من ولاية قفصة فيما يخص جنوب البلاد. بالنسبة لقراءتنا لتطور الوضع الجوي خلال الساعات القادمة، الإيجابي هو كونه باش نكونوا معنيين بفترات صح ونسبي. احنا نأكدوا كونه إن شاء الله الفيتامين دي هو اللي باش يميز أغلب فترات الطقس خلال الساعات القادمة. ظاهرة جوية طلبت ممكن منا نسيب من اليقظة هو ظاهرة الذباب، واللي هي طبيعي جدا باش تتكون في ظل ارتفاع عنصر الضغط الجوي مع الرطوبه نتيجه للامطار اللي تم تسجيلها، ودرجه الحراره تعتبر نسبيا منخفضه. طبيعي جدا باش تتكون الذباب في المنخفضات. ان شاء الله طريق السلامه للناس الكل. نعرف مدى الرؤيه الافقيه تقريبا تراجع الى مستوى ال 200 متر في سليانة في الساعه 8 صباحا، حاليا قاعدين نسجلوا احنا في تحسن كبير المدى الرؤيه الافقيه. وحتى كان باش تنزل الامطار خلال الساعات القادمه فراهي امطار ضعيفه ومتفرقه في مناطق الشمال وايضا في الوسط الغربي، ممكن في سيدي بوزيد في القاسرين، بقيه الجهات عموما سحب عابره. اليوم ادفى شويه من امس وممكن سجلوا ارتفاع طفيف في درجات الحراره. تقريبا حراره ظهرا اليوم باش تكون في مستوى ال 15 في اقليم تونس الكبرى، في بنزرت 16 درجه في جهه الوطن القبلي، 14 في زغوان، في باجه، في سليانه 15 درجه، في جندوبه 12 في الكاف، في مناطق وسط مازالت برده شويه في القاسرين، الحراره تقريبا مش تكون في مستوى العشر درجات، 14 في سيدي بوزيد، ممكن اليوم نسجلوا 16 في جهه الساحل، في سوسه، في المنستير، في المهديه. على الارقام باش تكون في القيروان 17 درجه، في نفس المستوى في توزر، في قبلي، في صفاقس، في مدنين، ممكن اليوم نسجلوا 15 درجه في قفصه، وتقريبا في مستوى 16 درجه في قابس وايضا تطاوين. اما بدايه من يوم الغد ان شاء الله باش تكونوا معنيين بسلسله ثانيه من التقلبات الجويه. الامطار باش تبدا في المناطق الشرقيه، امطار تكون مؤقتا وتشمل تدريجيا في فترة ما بعد الظهر بقية المناطق الغربية. ومبدئين فيما يخص قراءتنا لتطور الوضع الجوي على المدى المتوسط، نهاية الأسبوع فيها بشار الغيث النافع خلافا ممكن للاضطراب الجوي اللي يميز 24 ساعة الفرطة والأمطار اللي تقريبا كانت مقتصر على الشمال وبصفة محلية الوسط وأيضا الجنوب. نهاية الأسبوع الحاجة الإيجابية كون الأمطار باش تكون شاملة موجودة في أغلب مناطق البلاد. إن شاء الله غيث نافع، إن شاء الله كل ما يعطينا ربي بالطبيعة، وكل ما فما جديد بالطبيعة يتابعونا ويتابعوا النشرات اللي موجودة في التلفزة الوطنية وكذلك على
على السيت نتاعكم تاع اكيد هو فقط نرجع للمعطى والمعلومه اللي قلت انت على الخبر اللي تم مشاركته بشكل كبير. نعم. واللي هو فيه تهويل كبير كونه ممكن بلادنا باش تكون على موعد مع فيضانات كبيره امطار ما عشتهاش منذ 1990. انا هنا ناكد كونه عمليه اعداد التوقعات الجويه وتحضير التوقعات الجويه هي ما تنبنيش على قراءه مباشره المنتوج من بين منتوجات ونواتج النماذج العدديه، بالعكس هي عمليه معقده برشا تتطلب تحليل مختلف النواتج العدديه، تتطلب كونه يتم اصلاح ممكن قراءه النماذج العدديه واللي هي نتيجه لعمليه من الحسابات الرياضيه. ديما ناكدوا كونه هامش الخطا على المدى البعيد راهو مرتفع نسبيا. الاضطراب الجوي اللي مبدئيا باش يميز نهايه الاسبوع هو ناتج على نشاط منخفض صحراوي، راهو تحديد مسارات المنخفضات الصحراويه دقيق جدا يتطلب برشا دقه. نعم. هذاك علاش في وضعيه جويه كيف من هكا ما نسقطوش احنا في التسرع، كان فما تطور كبير الوضعيه الجويه ولا نتوقعوا كونه كميه الامطار باش تكون في مستويات تطلب من النصيب من المتابعه ونوصلوا حتى اللي ما يعرف بمستويات اليقظه. اكيد المعهد الوطني للرصد الجوي باش يقوم بدوره، نعرفوا المهمه الاساسيه هو المساهمه في حمايه الارواح البشريه والممتلكات، اما مبدئيا راهو توقعات جويه بالنسبه لنهار الجمعه نهار السبت ونهار الاحد الامطار ان شاء الله باش تكون في مستويات نسبيا مقبوله. غزاره الامطار قد تهم اكثر المناطق الشرقيه، اما فيما يخص ممكن الوضعيه الجويه راهي تتطلب المتابعه. التوقعات الجويه هي مبنيه على مبدا الاحتمالات ماهيش مبنيه. نعم. على مبدا الحتميه، هذاك علاش ديما نقولوا كون المعطى الجوي هو معطى قابل للتحيين واكيد يتم التعامل مع كل التحيينات كما ينبغي. شكرا لك محرز، يعطيك الصحه على المعلومات هذه بالطبيعه اللي قدمتها لنا بالنسبه لنشره اليوم وما يخص الرصد الجوي وحاله الطقس في بلادنا بالنسبه لليوم الخميس. احنا تو باش نمشيو لفقره مع الحدث برشا احداث الحقيقه اقليميا ووطنيا باش نرجعوا بها بالطبيعه بالتحليل مع نزار مقني. اذا نزار ابرز العناوين الصادره في الصحافه التونسيه نبداوها مع الصحافه اليوم. نعم هو يعني كل صحف يعني اليوم احتفت ب يعني بالحدث غدا وهو يعني المصادقه على الحكومه. نعم المصادقه على الحكومه حكومه بتبيع حكومه الى يومنا هذا يعني لا نعرف هل ستمر او لا تمر لانه هناك تباين كبير في وجهات النظر بين الكتل السياسيه والاحزاب في مجلس نواب الشعب. لذلك الصحافه اليوم صحيفه الصحافه اليوم تقول غدا الاختبار الحقيقي لتحالفات الشيخ من حول حكومه الجملي قد تمر ولكنها لن تستمر. يقول يعني تقول الصحافه اليوم في هذا العنوان ان انا انا بالنسبه للحكومه حكومه الجملي يمكن ان انها لن تمر، انها سوف تمر لكنها يعني ليس بحزام سياسي كبير وكبير جدا وقد تتعرض في اي يعني ازمه من الازمات الى هزه وقد تسقط وبذلك يعني نمر اما بازمه سياسيه او نمر الى يعني اعاده تشكيل الحكومه من جديد او تعديلها عن طريق سيد الحبيب الجملي اللي امس يعني خرج بتصريح وقال يعني انه يتشبث اخلاقيا وسياسيا بانه سوف يتم تعديل التشكيله الحكوميه اذا مرت غدا بالجلسه العامه لمجلس نواب الشعب. بجريده المغرب كذلك نفس الموضوع بالتوازي. نعم. بالتوازي مع رحلة بحث النهضة عن الحزام السياسي لحكومة الجملي الكتل الرافضة تريد حكومة إنقاذ وطني. الكتل الرافضة على رأسها من؟ رأسها التيار وكذلك حركة الشعب وكذلك يعني حركة تحية تونس كلها رافضة وتطالب إما بحكومة إنقاذ وطني أو بحكومة ما يطلق عليه حسب تحية تونس حكومة مصلحة وطنية. نعم. يعني الذهاب نحو أن يكون الحكومة محدودة العدد، ثانيا أن تكون لها برنامج محدد ومسطر من قبل هذه الأحزاب ويكون لها سند سياسي كبير وكبير جدا بمجلس نواب الشعب التي تمنحها الثقة للعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذ في الفترة القادمة وهي فترة بالنسبة إلى تونس تحمل عنوان كبير وهو العنوان الاجتماعي والاقتصادي بالأساس. ولذلك يعني ترى حتى جريدة المغرب بالنسبة لهذا العنوان أن هذه الحكومة حكومة الحبيب الجملي يعني بالنسبة إلى الأحزاب وكذلك الكتل السياسية الموجودة قد لا
يكون حكومة اللحظة، وبالتالي يجب يعني إسقاطه المرور إلى سيناريو آخر وهو سيناريو هو العديد من الحديث الحقيقة في الإطار هذايا فيما يخص بطبيعة الحكومة هذايا. فما حتى الحديث على زاد السيد شوقي الطبيب اللي باش يقدم زاد يظهر لي باش يراسل اليوم عنده معلومات على بعض بين قوسين بتحفظ نسوقه هذايا بتحفظ على بعض الوزراء أو الأسماء المطروحة هناك عديد الأسماء التي يقال أنها لها حتى قضايا فساد وكذلك شبهات بالفساد. والسيد حبيب الجملي يرافض لكي لأن يقوم بأي تغيير بالنسبة لهذه التشكيل الحكومي التي يعني أمدنا بها منذ أسبوع، وبالتالي يعني فإنه حكومة حبيب الجملي قد وراء يعني أمامها يمكن نقول ثلاث سيناريوهات سوف نشرحها فيما بعد قليل في المقال الذي اخترناه اليوم من جريدة الصباح. بالنسبة كذلك جريدة الصباح نواصل في نفس الإطار نمشي شوية الاقتصادية اقتصادي دولي. في ظل التوترات العالمية الدينار ينتعش أمام الدولار أو الأورو، لكن الهزات تبقى محتملة بسبب النفط. هنا يتحدث هذا المقال حول أن الدولار واللورو قد يتعرض إلى هزات كبيرة وقد يتعرض إلى زلازل كبيرة، خاصة مع التوترات الجيوسياسية الموجودة على مستوى العالم. وهي توترات جيوسياسية حادة ويعني موجودة في مناطق تعتبر بالنسبة إلى العالم مصدر للنفط وكذلك المحروقات بصفة عامة، سواء ذلك كان في الشرق الأوسط العراق إيران وسوريا وكذلك الخليج العربي ككل، وكذلك التطورات الجديدة الموجودة على مستوى القطر الليبي حيث يوجد توتر كبير وكبير جدا، وهناك حسابات دولية ويعني أجندات دولية تحارب هناك، وهذا قد يطرح علينا أنه سعر البرميل البترول قد يرتفع في أي لحظة، خاصة مع إذا كانت هناك مضاربات في وسط البورصات العالمية، مضاربات فيما يخص أسعار البترول وشراء شراء البترول من خاصة من هذه المناطق، وبالتالي قد نعرف تطورا لسعر برميل البترول، وهو قد ما قد يعرض العالم إلى أزمة اقتصادية جديدة أو انكماش اقتصادي قبل أن يكون هناك أزمة، وقد تكون هناك فقاعة اقتصادية، وبالتالي فإنه قد نشهد انتكاسة جديدة بالنسبة إلى اليورو وكذلك الدولار بمقابل أن يكون هناك يعني تأثير كبير على الاقتصادات العالمية واقتصاد تونس مباشرة خاصة وأنه يعني القانون المالي مبني على سعر البترول وكذلك كم يبلغ هذا السعر. نزار مهم برشا كما قلنا اللي حكينا فيه اليوم ونحكيه على حكومة السيد الحبيب الجملي، وغدا نتا اليوم اللي ينتظروا التوانسة الكل هذا اليوم الموعود حبيت نكون المقال اليوم اللي اخترته باش ترجع بالتحليل لي من جريدة الصباح كذلك. نعم من جريدة الصباح قبل جلسة نيل الثقة حكومة الجملي أمام هذه الفرضيات. المقال يحدد أن حكومة الجملي أمام ثلاث فرضيات، إما أن لا تمر أو أن تمر بحزام سياسي ضئيل قد يبلغ يعني في أقصى الحالات 115 أو 114 نائب فقط يمنح الثقة، أو تكون هناك ثقة معززة على شريطة أن يلتزم سيد الحبيب الجملي كما قال بأن يقوم بالتعديلات على هذه التشكيلة، ويعني أن يخرج من تشكيل هذه التشكيلة الحكومية الأسماء التي ترفضها خاصة الأحزاب الكتل السياسية المشاركة في هذه الحكومة التي ستدعم هذه الحكومة. لكن المقال يذهب نحو خبرين أو حدثين وقع في بحر الأسبوع الماضي، وهو لقاء جمع السيد قيس سعيد بسيد الحبيب الجملي في قصر قرطاج، وكذلك حدث آخر وهو اجتماع بين اجتماع مصالحة دعنا نقول عنه بين رئيس كتلة تحية تونس ورئيس حزب تحية تونس ورئيس قلب تونس نبيل القروي، وكان فيه يعني استعداد كبير وكبير جدا حول المرحلة القادمة، إما بالدعم أو كذلك إما بالدعم الحكومة القادمة أو الذهاب نحو حكومة الرئيس. الكواليس تشير أن الاتجاه العام ذاهب نحو
حكومة الرئيس، وأنه هذه الحكومة تحمل عديد الأسماء التي لا توافق عليها إما حركة قلب تونس أو حركة تحية تونس، بالإضافة إلى أنه الجميع يريد الذهاب نحو كما يعني قالت المغرب، جريدة المغرب اليوم، نحو حكومة إنقاذ وطني وليست حكومة محاصة وطنية. وهذه الحكومة التي سوف تتمتع يعني بحزام سياسي كبير وكبير جدا، لكن في هذا الكل نقول أن حركة النهضة تريد قطع الطريق أمام السيناريو حكومة الرئيس، لأنه هذا ليس في صالحها سياسيا كما نعرفه. هي الحزب السيناريوهات المحتملة في صورة ما يمرش ما تمرش الحكومة غدا وما يتمش الموافقة عليها، شنو هي السيناريوهات المحتملة نزار؟ هو السيناريوهات المحتملة يعني في ظل أنه الفترة تشكيل الحكومة بالنسبة لحركة النهضة ما زالت مستمر حتى يوم 14 جانفي، يمكن تصير إصلاحات وإعادة تمرير، هذا ممكن لأنه يعني فما حد شيء في الدستور يمنع الشيء هذا، أو لكن عندما تنتهي الفترة الدستورية المقترحة يوم 14 جانفي سوف نمر إلى يعني مشاورات يطرحها رئيس الجمهورية ويقوم بها لاختيار الشخصية الأفضل، ثم الذهاب نحو تشكيل الحكومة، حكومة التي سوف يكون لها سند من رئاسة الجمهورية وليس سند من يعني من شخصية مقترحة من الحزب الأغلبي الذي فاز بالانتخابات التشريعية. والجميع يريد القطع مع هذا السيناريو، خاصة حركة النهضة تريد القطع مع هذا السيناريو، تريد هي تشكيل الحكومة كما قلت، أن الذهاب نحو حكومة الرئيس فهو بالنسبة لحركة النهضة يعتبر هزيمة سياسية بالنسبة إليها، لذلك هي تحاول يعني في الدقائق هذه الدقائق دقيقة 90 تحاول أن ترضي الأحزاب. هو بدأت بعض التسريبات نزار وبعض التأويلات، يمكن فما بعض الأسماء التي يمكن أن يقترحها معناتها بين قوسين رئيس نقول هذا كله ونسقه بتحفظ رئيس الجمهورية قيس سعيد، من بينها يمكن إمكانية مواصلة يوسف شاهد رئاسة. هو مطروح لمثل هذا الفرضية، مطروحة ومطروحة بشكل جدي، خاصة كما قلت لك بعد اللقاء الأخير الذي جمع يوسف الشاهد بسيد نبيل القروي، وحسب ما تشير الكواليس أنه الاتجاه العام هناك الذهاب نحو حكومة الرئيس، لأن حكومة كما قلت حبيب الجملي الذي تشبث بعدم القيام بإصلاحات عليها وكذلك القيام حتى بتعويض بعض الأسماء التي رفع في وجهها عديد الفيتوات من عديد يعني المكونات المشهدية السياسية التونسية، فأنه إمكانية عدم مرور حكومة الجملي والذهاب نحو حكومة الرئيس مطروحة بشدة، خاصة وأنه أصبح مطلب خاصة من الأحزاب المتمردة بين ضفرين على حركة النهضة وأبرزها حركة الشعب الذي طالب بهذا المطلب منذ أول المشاورات يعني بعد الانتخابات التشريعية، وكذلك التيار الديمقراطي الذي أصبح يطالب بشدة بحكومة الرئيس، بل أنه حتى محمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي يعني رفع أمس في حديث إذاعي قال أتمنى ألا تمر هذه الحكومة ونمر إلى حكومة الرئيس. وبالتالي فأنه المطروح اليوم من الكتل السياسية بصفة عامة أنه يعني تقوم بالمفاوضات بجانب بمراعاة جانب كبير من المصلحة الوطنية، خاصة أنه هناك عديد الرهانات الاجتماعية التي تنتظر الحكومة وتنتظر تشكيل حكومة. اليوم نقول أن هناك أزمة مؤسسية تعيشها البلاد منذ شهرين، وهذه الأزمة المؤسسية أثرت حتى على سير بعض دولي بعض الإدارات، وأثرت حتى على بعض يعني المصالح العمومية، هناك بعض المصالح العمومية التي ليس فوقها أو على يعني على يعني يديرها أي مدير يعني اليوم. نعم. هناك فراغ كبير وكبير جدا في كثير وكثير من هذه الإدارات. نعم. شكرا لك نزار، يعطيك الصحة على التحليل الذي قمت به بتبيع، ورجعنا على أبرز العناوين الصادرة في تونس وأبرز الأحداث بتبيع اللي تعيشها بلادنا. احنا تو باش نمشيو مع فقرة الرياضة، ناخذ فكرة على بعض الحركات اللي تخلينا بتبيع ناشطين وتخلينا يمكن نقوم بشوية رياضة مهمة برشا. نزار رياضة مهمة تعمل شوية رياضة، نعرفك مغروم بالكوجينة بعد حين، باش ناخذ فكرة على الدبارة مع الشيف. لا نقوم بالرياضة مش ديما باسمك توا تبع معنا الحركات هذه، لما لا نمشي ونعملوا شوية رياضة مهمة برشا. نشاهدوا الفتير هذه ثم نوصلوا. صباح الخير ومرحبا بكم، معكم الكوتش ياسين.
اليوم ان شاء الله باش نبدلو بروغرام جديد. البروغرام نتاعنا باش يكون لي زابدومينو اي لي زوبليك. اون فا ستيمولي لو سونتر دو كور. باهي نبداو كالعاده بالليشوفمون نتاعنا بور بروتيجي لي موسكل. اول اكزرسيس اسمه الاسكالاتور اللي باش نبداو به. باهي نقفو على يدينا اون ديكول لي جينو اي اون بوش سور لي زارتيل. باش نخدم 8 سكوند اسكالاتور. 8 7 6 5 4 3 2 stop. نعمل مانتيان تاع قناش بوندون 8 سكوند. 8 7 6 5 4 3 طونش نبدل ليكزارسيس. باش نخدم لي جاك افيك لي جامب. 8 7 6 توجور اون ريسبير. 4 3 2 اي ستوب. سوبر. جو ريلاش. لهنا نورمالمون يكونوا لي زابدومينو بريسك نتاعنا échauffé ou havrin le l'entraînement. N'attendez pas au exercice de renforcement, il y aura le crunch. Ok. Mettez-vous à la position couchée dorsale. Ok. Je vais t'aider à win presque au niveau des oreilles. Ok. Au moment de l'extension, je pousse le tronc vers le haut et je contracte les abdos. Maintenant, j'accélère. 1, 2, 3. Elle fait la contraction. Je pousse, je contracte et je relâche. 5, 6, 7 et 8. Stop, je relâche. Je pousse le bassin pour relâcher un peu les abdominaux. Et je reprends de nouveau. Ok? 8, 7, 6, 5, 4. Toujours la contraction des abdominaux. Et les bestraouis en dit. Ok? Stop. Et je relâche. باه هذا نورمالمون ليكزارسيس نتاعنا الاولاني. باش نتعداو ليكزارسيس الثاني اللي هو بور لي زوبليك. باه بور لي زوبليك باش نقف على الكود نتاعي. جامب دابوي سومي فليشي. جامب غوش طوندو. اوكي يدي لهنا في الحزام. مرة باش نهبط للقاع باش ندز الفوق. 1 2 3 4. Essentiellement, je vais pousser le bassin vers le plafond. 6, 7 et 8. Stop. Ok. Nam choye maintien résistance. On hawel natlak se refil. Ok. Quel management normal. Adi alakh. Nkha les jambes d'appui taille semi-fléchies. 8, 7, 6, 5, 4, dit astrologère. 3, 2, et stop. Bien, bravo. Tao kif kif. Je badlou. Chez l'autre. Au bout de l'exercice, coude. Hat kif kif. Yedi fil hazam. On deux efforts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Quel rad. Je bloque. Résistance. Et de préférence, natlak seki l'otanel. Ok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Ok, bravo, l'année est nette. Je relâche un peu. On met les twists intérieurs pour relâcher les abdominaux et pour relâcher les obliques. Ok, maintenant un troisième exercice, les bichinkam lobby. Ok, les jambes tendues à 45 degrés. Ok, alors on a la position de terre, idéale, au niveau des oreilles. Et je vais faire les twists. 1, 2, 3, 4, rotation à partir de la poitrine. À chaque fois, je vais tirer une arme de rotation. 8, 7, 6, 5, les amis, quand même, on colle. 4, 3, 2, et stop. Je relâche, comme d'hab. Je pousse le bassin. Ok, pour relâcher les abdominaux. Je contracte les fesses et les lombaires. Après, je reprends. Kif, kif. Un des 8 répétitions. 8 fois 2. 8, 7, 6, 5. Nage de noix les rapides. Axel Z, kif, kif. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 et stop. Oh, super. L'année, عادي ياسر باش نحس بالوجيع au niveau des abdominaux, عادي ياسر باش نحس بالوجيع au niveau des obliques. C'est normal, خاطر les muscles متاعي contractés. Bravo. يعطيكم الصحة الناس الكل. Je pense que la séance كانت صعيبة شوية, c'est normal pour les abdominaux. كالعادة, ديما les consignes pour les courbatures. نجبدوا بعد l'entraînement. نشربوا برشا ماء pour hydrater les muscles. كيكا باش ما نحسوش بالcourbature ونجموا نكملوا les séances متاعنا à chaque fois. في كل حصة جديدة. Merci. دبارتنا اليوم باش تكون مع شيف أسمى هنيد, يوميا تلقاها معنا في برنامجكم صباحكم تونسي. أسمى كالعادة محضرت لنا دبارة تونسية واختيارات جميلة الحق, الناس كل نحبوها اليوم. اليوم اليوم نحبوها الحاجة نحبوها الكل. بالضبط موني. ايه صباح النور. صباح الفل. صباح النور الناس الكل. اليوم عنا نواصر, كي نقولوا نواصر نقولوا نواصر بالعلوش ولا نواصر بالدجاج. اليوم اخترنا انها تكون بالدجاج, مكملين في سياسة التقشف. التقشف باهي حتى للصحة بتاعنا باهي. مكملين في مش برشا مصروف. هوني عندنا الأو دو كويس والكويس, عندنا الفخذ واللي بجنبه, هذوك من أعز الأطروف اللي نجموا نطيبوا بهم حاجة هكا مرة في جمعتين في ثلاثة بيان سور, مش كل يوم نجموا نحيهم في كل مرة ننظفوا الدجاجة. عندنا الحمص بيان سور, عندنا طماطم معجونة وبجنبها الهريسة العربي, عندنا فلفل جرون, عندنا بصل, ثوم, رند, زيت, والفحات نتاعنا التبل والكرويه والفلفل الاحمر والملح والفلفل الاكحل بيان سور وزيت زيتونه والنواصر. باهي هوني باش نبدا بالعكس, معناها باش نبداو بالنواصر. ديما نختاروا النواصر الجيده بالكل 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 اللي بخاصك تكون ترونسبارونت, باش ما تكونش فيها برشا برشا, معناها كتيب تلصق بثلاثة أربعة خمسة كعبات مع بعضهم تولي ماهيش أغريابل. هاي دبارتنا اليوم نواصر بالدجاج. إذا رطل الدجاج فخاذ, رطل نواصر, طماطم معجونة, زيت زيتونة, ملح, فلفل أكحل, تابل, كروية, هيسة عربي, بصل, ثوم, سفنارية وفلفل. بالضبط. منى هوني ديما قلنا نختاروا النواصر اللي تكون شايحة بالقدا, ما تكونش مازالت كي مخدومة على خاطر تجيناش مزيانة. وفما ديزاستوس بيان سور في الكويسون تاعهم اللي هي السهل الممتنع, هي سهلة أو ميم طون معبية بالأسرار. أول حاجة ندهناها بالزيت باش نزيتوها منى. من بعد كي باش نحطها فور, فما أستوس صغيرونة اللي هي هذه بيان سور هي جديده ماهيش مستعمله. ناخذوا طخشون, ناخذوا منديله تكون نحسها كوتون, تميل الكوتون اكثر, ونبلوها باش نغطيو بها من الفوق باش تطيب كيما الكعبه الفوقانيه كيما الكعبه اللوطانيه. نجم تقول نجم نغطيوها بخطا طنجره, علاش منديله ناديه؟ لا, خطا طنجره كي باش يطلع الفابور هذايا باش يعرق الخطا باش يهبط لنا ماء, الماء هذاك باش يعجن لنا العجينه نتاعنا والنواصر نتاعنا. الوغ منديله منديه تكون مبلوله ومعصوره بالقدا بالقدا باش نغطيو بها من الفوق, وهي اللي باش ترجع لنا الفابور مي من غير ماء, باش ترجع لنا فابور شايح. باهي هذه الاستوس الصغيرونه اللي تابعه النواصر. باهي انا ديما نبدا النواصر والا الكسكسي بالدجاج نبداه بقليان الفلفل في الزيت اللي باش نطيبوا فيه. هو ان برانسيب يكون ملح الفلفل, مي انا جيفيت انه يكون ملح باش اقل كميه نتاع اقل كميه نتاع ملح. بيان سور باش نرمي قرون الفلفل باش يتقلاو هما الاولانيين. من بعد باش نحيهم وباش نكمل نطيب. ديما الدجاج, ديما اي حاجه بالدجاج تكون ملحه كما حكيت لكم المره اللي فاتت, تكون بملحه وبفلفل الاكحل نتاعها قبل ما نبداو نطيبوا باش ما يبداش الدجاج والا اللحم ماست, يلزمه ملح وبالفلفل الاكحل نتاعو. وبيان سور هوني نحكيو على الدجاج, الوغ نحكيو على عصره قارص والا مغرفه خل. ما نطيبوش الدجاج من غير ما يكون مغسول بالقارص والا بالخل باش ما يبداش مصفر. موني باهي توا هنا باش نقليو الفلفل نتاعنا, من بعد باش نخرجوه وباش نحطوا بقيه المكونات. المكونات نتاعنا باش نخرج الصحن باش نحي فيه الفلفل. بالطبيعة نذكر السادة المشاهدين اللي دبارتنا اليوم نواصر وشنو حضرت لنا للحلو مفاجأتك هذيك مفاجأة. خلينا نكمل نبطن اللي هو ياخذ برشا وقت من بعد. اللي عنده راس بروكلو اليوم يحطوا يتسمط على خاطر باش نعملوا بهم بعد المبطن, اللي هي الكفتة اللي اباز دو بروكلو
بنينة على الاخر واقتصادية برشا وتنجم توكل فيها صغارك والناس اللي ما تاكلش البروكلي من غير ما يفيقوا وكذابة من غير حتى شيء خاصة كذابة من غير حتى شيء ما فيها لا دجاج لا لحم هذه هي المبطن البروكلي عندنا راس بروكلي صغير عندنا رطل بطاطا عندنا قطة معدنوس عندنا جبن مرحي عندنا تابل عندنا كروية عندنا هريسة عربي عندنا ثوم عندنا ملح عندنا فلفل أكحل وعظم باش نلموا به بيان سور المبطن المبطن نجموا نعملوه مع صحي في صحن مقلي كما نجموا نعملوه مع هكا الكفتة دي ما تمشي بالقداء مع حاجة مغرفة مثلا مع نواصر مع كسكسي مع فما شكون يعمل مرقة مع صوص طماط ولا حاجة بالضبط بالضبط بهذه يقولون الفلفل نتاعنا قليناهم باش نحطهم على الشيرة باش نقص في الغاز باش نحطها ديجا بحذية الطنجرة إيه هوني هوني ما نعرفش انا ديما وليت فان راس ثوم كامل نحبه برشا 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 ما نحبوش مهرس كيف كيف نجمو نحطو رانا شويه مهرس مي انا وليت ياسر نحب الثوم راس كامل قصوا هكا على ثمي وبيه في منافع كبيره راهو لل... بنين على الاخر سورتو كيف يطيب من بعد تبدا تاخو هكا شويه وتحط كيما النجم راني نعمل لي دو مي انا وليت ما عادش نحب ياسر مطعم الثوم يغلب الحكايات الاخرى قالوا باش نحط الراس هكا باش نحط معاه راس البصل وباش نحط معاه الطماطم معجونه والهريسه عربي باه تحطهم هكاكا معناتها كبار ما اي مانيش قاصه حتى شيء جست يتقلى شويه الطماطم شويه بركه وباش نرمي الدجاج نتاعي هوني اون غارونتي انه قروسيه الطماطم تتنحانا هوني توا باش نرمي الدجاج اللي هو مملح وبالفلفل الاكحل نتاعو باش نتحصل على اللون هذاك الاولاني توا باش نبدا نحط شويه كركم انا الكركم راني ما نحيش وما نعتبروش مكون نعتبره حاجه كيما الملح والفلفل الاكحل خاطر لا يبدلش المطعم جوست يعطينا لون مزيان وصحيا منفعه كبيره 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 برشا الوغ نستغل في اي بلا نحط منه نحط معاه شويه كركم باهي هوني كيما تشوف هذه التقليه الاولى هذه راهي تتسمى فيها الماء على خاطر الدجاج نتاعنا مسيب الماء نتاعو سايب الماء ما نتفاداوش ان نقليه خاطر هنا كميه الطماطم برشا معناها بريسك ثلاث مغارف مكومين معناها ماهيش شويه يا اما نحطوه لها الماء سخون من الاول كان ما نحبوش نقليه ما نقليوش في البارد نقلي حتى بالماء سخون مش بالماء البارد راهي الطماطم تقعد قارصه كيف الواحد يبدا ياكل من بعد يحس فما مطعم نتاع مطمطم راه نجم نعملوا حاجه مطمطمه مي ما نحسوش بمطعم مطعم الطماطم باهي نعاود هوني قليت الفلفل نحيته حطيت وزيت مازال هكا سخون بدا يبرد شويه زمني نزيد نخليه يبرد هو اكثر شويه حطيت راس كبير بصل وحطيت راس الثوم مقسوم على اثنين وحتى كيما نرى هذاك راس الثوم اختياري تنجم تمشي تعمله مهرس على روحك ومن بعد حطيت طماطم معجونه والهريس العربي هما شويه هكا دوب ما بداو يعملوا في الحس وانا حطيت لهم الدجاج اللي هو ملح وبالفلفل الاكحل هوني كيما تشوفوا جوست يتشمع الدجاج شويه وباش نصب نكته ماء وباش نفوح وماذا بكم الحمص ما نقليوش الحمص ما نحطوهش في الزيت المره الاولى راهو فما كلمه اسمها يحصرن معناها اذا كان تشمع المره الاولى راهو ما عادش يطيب ما عادش يطيب اذا كان عندك حالتين الحمص يكون حتى كانوا نوعيه باهيه يبطل ما يطيبش هو اذا كان حطيته في الزيت وتقلى برشا يتشمع يولي ما عادش يحب يطيب لنا ولا الفرضيه الثانيه مثلا انا بديت نطيب في الحمص طاب مثلا ربع ساعه من بعد خطر لي طفيت عليه قلت طيب نكمل في الليل إذا كان الحمص رجع للتا زيرو نتاعو وعاود برد ما عادش يعاود يطيب. هذيك اش معناها يقول لك حمص الكلمة هي حصرا. هوني هاوكا ديجا بدا الدجاج نتاعنا سي تقلى وخذا اللون. خذا اللون بين الطماطم وبين الهريسة وبين الصفورية نتاع شوية الكركم شوية بركة جست نبدلو بها. هوني كالعادة عندنا الماء يغلي باش نصبوه على جنب. شويه بركه اللي باش نفوحوا هاك توا نجمو نفوحوا ونجمو نحطوا الحمص نتاعنا ونحطوا اوراق الرند وباش نحطوا الفلفل الاحمر والتابل والكروي حار مناولة مش حار محرحر محرحر نحبوه محرحر مع البروده وكل باهي برشا حطيت ثلاثه مغارف صغار نتاع قهوه معناها مغرفه نتاع ماكله كبيره خلينا نجيب التابل والكرويه
نزيد بابريكا ولا مش لازم؟ لكن ما تحب ماذا بيا انا كلك عليا نحب البابريكا. اللي هو الفلفل المهروش بتاعنا. هو الفلفل المهروش راهو ما جوست لا بيان سور مش باش نقعد نرش باش نحط مغرفه ديما ايه. التابل والكرويه هو شطر الكونتيتي نتاع الفلفل الاحمر مثلا ايه. عملنا مغرفه معبيه فلفل احمر نص مغرفه تابل وكرويه بيان سور نحكيو على الدجاج والا البرشني والا البقري ما نحكيوش على العلوش في الحاله هذه. اسمع اليوم مستبرده شويه انت يا برشا او كان صوتك مبدل علينا هكا شويه وكعلى ذاك الفلفل بزايد اليوم نكثر مالها نكثر الفلفل نكثر الفلفل سامحوني صوتي مضغطش شويه يعني حطيت شويه بابريكا الموني باهي ميسيرش نتمتعوا بالمنظر هذا شويه نقعدوا نغزروا له لين باهي نعطيكم اسيوس صغيرونه راهو كي نمرقوا من الاول الدجاج يجي ماسط والا اللحم يجي ماسط نخليوه يقعد شويه وهو هكا اغزر منى يكون ناقص شويه ماء ونبداو نشوفه في الزيت نبداو نشوفه في الزيت ونشوفه في المكونات كلها اغزر معبي توا هو فيه الماء مي مش كونتيتي كبيره جوست باش يتفوح ويتبنن الدجاج نتاعنا وياخو اكل الفحات بالكدا من بعد نصبوا الماء ودجا هو الدجاج في ساعة ما يطيب معناه ما نستحقوش برشا ماء برشا ماء الماء اللي باش نزيدوه من بعد باش نحطوا فيه كعبات سفناريا انا النواصر ما نحب فيها شيء كان الحمص والسفناريا نجموا راهو نحطوا لها البطاطا ما انا نحس البطاطا تبرد ياسر لون المرقه اللهم كي تبدا البطاطا في وقتها ونحطها في قشورها بقشورها ايه؟ نغسلها مليح نحطها بقشورها وقتها نتاكد انه بالضبط نتاكد انه النشا نتاع البطاطا ما خرجش للصوص وقعد لونها كيما نحبوا انا هوني هاوكا سافا توا تقليه اللي هي بالماء صارت شوف شوفوا لي لهنا علاش نركز على لون الدجاج وعلاش ما نمرقوش برشا من الاول شوفوها الدجاجه كيفاش هذيك باش تقعد بنينه لين يطيب من توا باش نمرق على الشيره بيان سور ما سخون كالعاده ما يغلي هذيك المرقه نتاعنا باهي توا باش نعمل شويه زيت للنواصر شويه زيت للنواصر باش نحطوها بالطبيعه من فوق بيان سور بيان سور باش نحطها وكيما شفنا لاسيوس بالطبيعه نتاع المنديله اي هنا باش نحط شويه زيت زيتونه اي باهي حتى الكسكاس ندهنوه بالزيت باهي الكسكاس ندهنوه حتى هو بشويه زيت موني اي باش ما يبداش شكل الكعبات لاصقين في اللجنب لاصقين في الاجناب باهي زيتنا الكسكاس نتاعنا اي وهذه هاي كلون الصوص نتاعنا طب باش نزيدها شويه ماء صحيت وسي ومن بعد ما عادش باش نزيدها هاو كلون اللي تحصلنا عليه اللي نحبوا عليه وطب باش نحط الكسكاس وباش نخلط هذه اللي بالزيت ريت ما خفها كي تبدا بالزيت بالحق وكي تبدا هي حتى النوعيه كي نختارها لازمنا نختاروا حتى ما يسالش معناتها تكون ماهيش ديري هو جربناها منانا وانت المصنعه مثلا وحكينا عليها المره اللي فاتت فما اللي اجتهدوا انهم معناها ينقلوا على النواصر الديري وجابوها قطقط جابوها قطقط وهوني عندنا نواصر بالدجاج معناها تيب فيسا توا احنا باش نغطيها باك المنديله اللي حكيت لكم عليها المنديه هذيا هكا وباش نخليها باش تفور على الاقل خاطر احنا بالدجاج في ساعه ما تطيب انا تو لو طون اللي حضرت السفناريا نتاعي باش نحطها ديكو يخرج لباخ من النواصر نتاعنا ونحس لباخ سييت عدالها على الاقل نتاع حكايه 7 ل 10 دقائق وقتها النجم نهبط الكسكاس نحطه هكا ونهز شويه من المرقه نتاعنا وباش نصبها فوق النواصر بيان سور فوق الكسكاس نخلط شويه ونعاود نرجعها منى نعمل العمليه هذيك مرتين كهو خاطر بالدجاج في ساعه ما تطيب ومن بعد باش نخليو كميه الصوص اللي باش نجمروا بها النواصر نتاعنا يعطيك الصحه شكرا لك اسماء بالطبيعه بعد حين باش نعاودوا نرجعوا لك بالطبيعه في دبارتنا لانه مازال عندنا المبطن بيان سور المبطن في برشا مراحل اي اكثر تفاصيل احنا تو باش نمشيو لفقره الكوتشينج مع ريم مقنيني وباش نشوفوا بالطبيعه كيفية التخلص خاصة من الناس اللي أثروا فينا وإلا من الأشياء اللي تأثر فينا خاصة وقت تكون سلبنا
وسهلا. صباح الخير وصباح الخير كل مشاهدين. قلت يأثروا فينا سلبا، احنا زي جنرالمون نبداو إيجابية نقولوا اليوم كيفاش جوستومون نحميو رواحنا من تأثيرات اون جينيرال نتاع الأشخاص. لا خاطر فما نجمو أثروا فينا إيجابيا هذوك ما نحبوا، ما احنا باش نمشيو ديما للحاجات اللي ما لازمناش نعملوهم نحسنوا. تو تافي منى، شوف فما أشياء في المحيط نتاعنا كسوسوا الأشخاص اللي نتعاملوا معاهم ديريكتومون، معناها تداخل مع الأشخاص اللي نحبوهم ونعيشوا معاهم واللي نخدموا معاهم، وثما زادة عندنا لي ميديا وعندنا لي زانفورماسيون وتو سكي معناها لي زوبينيون معناها والآراء اللي يخرجوا أترافير اليوم، خاطر نعيشوا احنا أوسي بيان الريال كو الفيرتويل، معناها تو سكي انفورماسيون وميديا وكل. الإنسان اللي شادد معناها في حياته وفي أهدافه وفي إنجازاته وكيفاش باش يتقدم اكسيتيرا، لازم يكون عنده اون ليني دو كونديت وعنده أهداف اللي ما يحطش روحه معناتها مع أشخاص ومع محيط ومع تأثيرات اللي ينجموا يحدوا له من معناها عزيمته باش ينجز أشياء ولا يقدم في أشياء. وإحنا شفنا مرة في الميسيون من هيش برشا الموضوع اللي برشا أشخاص في آخر حياتهم، هذا لو ليفر نتاع الممرضة اللي كانت تابعة ناس في آخر حياتهم، كيفاش قالوا معناها من الحاجات اللي قعدوا لنا في قلبنا واللي حزوا في قلبنا اللي ما عملناش الاشياء اللي احنا نحبوهم، وتاثرنا معناها بالمحيط ولا باراء اخرين اللي ما تمشاوش مع قناعاتنا ومع معناها غيالمون مع الاشياء اللي احنا معناها كنا في كانوا مسطرينهم ولا كانوا يحلموا بيهم احلامنا. تتفق. دونك انا شنو نقول؟ نقول ساعه نحكي على زوز اشياء. كيفاش يأثر علينا؟ معناها لازم نكونوا فاهمين شوية الميكانيزم إما معناها كيفاش علاش احنا نتأثروا بغيرنا، وشكون هم الأشخاص اللي عندهم أكثر معناها سيت فولنيرابيليتي، معناها عندهم الحساسية هذه اللي عندهم، مش بشرطه معناها الناس اللي هما ناقصين ذكاء أو كونتخير، لكن الناس اللي جوستومون عندهم لامباتي تري ديفلوبي هايبر سنسيبل. على خاطر احنا نتأثروا بحاجتين، بالفكر معناها بالطريقة معناها اللي نتلقاو بها الأفكار معناها وإدراك الأشياء، وفما زادة بالإيموشن بالكونتاجون إيموشنيل معناها ساعات معناها أنت جيت تقولي أشياء أنا نحسهم بالعاطفة، معناها نشربهم بالعاطفة، ومن بعد دايوغ كي نحط روحي هكا ونولي عندي إسبري كريتيك ونعاود نعمل أناليز نتاعي نلقى الشيء هذاك ماهوش ماشي معايا غيالمون، معناها مع فكري أنا وأوبينيون نتاعي ماشي هذيك، لكن تعاطفت معاك وخذيتها وقتها معناها المدة قصيرة الأولانية، وهذا وقت اللي الإنسان يكون يعرف نفسه. إنا منقول من أهم الأشياء باش الإنسان ما يتأثرش سلبا، وما معناها ما يعملش خطوات اللي هما ما يشبهولوش، حاجتي تتعرف على نفسك. تتعرف على نفسك معناها كنت تعرف روحك أنت، فما أشخاص معينين عندهم عليك أمبريس، عندهم عليك تأثير، تحمي روحك منهم، هذه حاجة، بمعنى أني نعمل ديستانس، نعمل ركول، هذه سي تري امبورطون. وثاني حاجة نعرف شوية روحي، معناها ديما نكون نقول أنا في رأيي، أنا نجم نسمع برشا آراء، نجم معناها نخلط برشا معناها دي كونتكست ديفيرون، معناها نمشي في برشا محيطات مختلفة وناس مختلفين، لكن الفكرة الأخرانية والأوبينيون الأخرانية هي فكرتي أنا. وهذا يفو افوار ليسبري كريتيك. احنا اليوم في عالم ضجة هذية ضجيج داخلي والستريس اللي نعيشوا فيه، ساعات حتى بالباغيس ما عادش نحب ناخذ انا القرار وما عادش نحب نكون انا عندي معناها. ونشوفوا احنا ساعات اشخاص يتكلموا الكلام ماهوش نتاعهم، معناها سمعوه باغ باغيس خذوه ووصلوه كيما هما، وهذا ياثر عليهم بيان سور سلبا. ثم معناها ثم ناس يقول لك معناها انا نعرف وين نحط روحي، معناها المثل الشعبي نعرف شو معناتها نعرف وين نحط روحي. انا عندي اولويات، عندي اولويات في حياتي، اولويات هذوما يخليوني نكون مع اشخاص اللي يخدموا لي الاولويات نتاعي، اللي يخدموا لي الاهداف نتاعي. واحسن الناس اللي يمكن انا نقسميهم معناها ناس اللي عندهم تاثيرات ايجابيه، اللي يسمعوك يفهموك ويخليو لك رايك اللي كنتي، ما يفرضوش عليهم، ما يفرضوش معناها عليك ارائهم. معناها انا نقول في المعاملات نتاعنا من احسن الاشخاص اللي
اللي يكونوا معناها يشجعونا في القرارات نتاعنا. علاش؟ على خاطر كي تفهم شويه الميكانيزم اومان، انا مثلا عندي تجربه خاصه بيا وعندي ثقافه خاصه بيا وعشت في بيئه معينه وعندي معناها حاجات اللي نحسهم حتى لي 5 سنس نتاعنا، معناها انا فما حاجات يدخلوا لي مش كيفك انت، معناها حتى لا رياليتي ما نتلاقاوهاش، معناها نفس الوضع ما نتلاقاوش بنفس الطريقه انا وانت نسوغيسكو بالحواس نتاعنا. انا كي نفهم اللي نجم نعطيه صديقي معناها ولا العبد اللي نتعامل معاه راي ينجم انا يكون راي صايب بالنسبه ليا لكن ما يتماشاش مع الشخصيه المقابله. دونك هذاك علاش انا نقول ما تخليوش رواحكم في دي انفلونس. مثلا ساعات نرى عبيد انا يقول لك ليه هذاك راهو معناها نسمعه على خاطر عنده اراء صايبه وعلى خاطر عنده فكر جيد وعنده كذا، لكن ينجم تكون الفكره اللي عطاها لك على حسن نيه بالنسبه لي انت تنجم تقدم بها لكن ما تتماشاش مع شخصيتك مع شخصيتك انت نفس الشيء ما تنجمش تخرج منه نفس الاشياء ولا نفس النتائج. معناها هذا ياسر مهم. علاش نقول معناها لازم يكون لوبينيون خارجه منكم انتوما وماشيه من الشخصيه نتاعك. هذه حاجه. ثاني حاجه نختاروا احنا الناس، انا نقولها معناها بطريقه اللي راهو معناها ما نخليوش رواحنا في العلاقات نتاعنا الاجتماعيه اون مود اوتوماتيك. خاطر احنا نلقاو رواحنا هذوما عائلتنا، صحيح عائلتنا لكن نجم نخليو مسافه، هذوما ناس نخدموا معاهم لكن نجم نخليو عليهم مسافه، لكن انا نختار شكون الاشخاص اللي ينجموا ياثروا عليا ولا حاجتي بالتاثيرات نتاعهم. كان جا واحد تسلط عليا وهذا اللي نعيشوه وحنا نعرفوا معناها فما ثلاثة أنماط من الـ من الـ من الـ من البشر اللي ينجموا يكونوا عندهم معناها إفي تري نيجاتيف ونيفاست، اللي هما لي مانيبيولاتور معناها المتلاعبين واللي معناها يتلاعبوا بالمشاعر، معناها يعملوا دي شانتاج افكتيف اون جينيرال، والناس اللي ديما تتشكى وسلبيين وما يراو كاين الكيس من جانب الفارغ. معناها هذوما موجودين، هما حتى سلبيين في وجودهم في حياتنا في بعض الحالات، يكون حتى في العائله في الاصدقاء نهار كل يتشكى نهار كل هو سلبي ياثر بسي بالرغم انك انت تحاول مثلا تبعد على الافكار السلبيه ياثر عليك. معناتها في بعض الحالات يلزم تعرف تقول لا يزيني معاش قابل سافوار دير نو. معناها راهي هذه زاده راهي مهاره، معناها لاسيرتيفيتي نسميوها احنا في ديفلوبمون بيرسونيل، يعني مانيش اغريسيف، مانيش نجي ضدك هكا ونزيد معناها نعزز فيك الموقف نتاعك، ومانيش زاده لاكسيست اللي باسيف نخليك تاثر عليا بالاوبينيون نتاعك وبالفكره نتاعك. ثم نجم نقول فكرتي ونجم نقول لا للاشخاص اللي يمكن انا الاهم اشياء اليوم اللي نخمم عليها ديما هو شبابنا اليوم منى، وشباب اليوم malheureusement في العمر نتاع تكوين الشخصيه والايدنتيتي اكسيتيرا التاثيرات كبيره اي سورتو فيا لي ريزو سوسيو لي انفلونسور وتعرف انت اليوم الفينومين نتاع الانستغرام ومتاع كذا. معناها واحد يبدا عنده مشوار في حياته وعنده اهداف باش يكون في حاجات معينه ويخرجوا له بيان سور احنا في العمر نتاع الشباب لا نوتوريتي والشهره وليماج وليماج دو كور اكسيتيرا ياسر مهمين، لكن راهو هذا ينجم يكون اختر. وانا نقول لازم تكون فما اون ادوكاسيون معناها سبيسيفيك للمعاملات هذوما البشريه والاجتماعيه خاصه عند الشباب باش ما يكونوش مبهورين بحاجات اللي هما بايات وفيهم اشياء معناها تجلب حاجات ويخرجوا من اللي غيالمون عندهم معناها طاقتهم وبوتنسيال نتاعهم واهدافهم وثقافتهم ومعناها طموحاتهم. معناها راهوني ياسر مهم في العمر نتاع 17 و15 و16 باش نحميو ونفهموهم الميكانيزم اومان. صحيح زاد البشر وهذا معناها البشر اون جينيرال كيفاش يعمل اسقاطات على حالته عندك انت من غير ما تشعر، بمعنى انه عنده هو اشياء فكرته هو ويجي يعطيك رايه لكن الراي غيالمون ماهوش راي يهمك انت ولا قرا لك بعين الاعتبار معناها عمل لك احاسيسنا تعاملنا مع الاشياء مش كيف هو اسقاط لحالته معناها حتى عندك انت وانت في معناها في مخاض الحياه والستريس اللي نعيشوا تشرب هذاك سورتو كونت اوني معناها انكور ستاد دو ديفلوبمون معناها وتعرف احنا سور لو بلان سوسيو افكتيف الصغير في الكريز ايدنتيتير في الشباب وقت اكثر وقت يخوف. وذيك علاش انا نقول ايفي 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 وحتى الاولياء باش نكونوا معناها عندنا معناها احنا بينا ما نسانسوهمش بك لي كومباريزون سوسيال وبك التاثيرات وكي يجي يحكي لنا على اكس ولا على ايكغيك نرجعوا
الطموحات نتاعو وليدوكاسيون نتاعو والقيم نتاعو الاولى والفالور نتاعو الاولى وين هو يحب يوصل باش جوستمون نرجعوه اون سي داجوستي لو با معناها جينيرال. شكرا لك ريما مقديلي، انت استاذه مختصه في علم النفس الاجتماعي بتبيع المعلومات القيمه على المواضيع هذه اللي نشوفوها بتبيع في برنامجنا من خلال فقره الكوتشينغ اللي نحاولوا كل مره نحفزوا بها خاصه ونحاولوا نعاونوا هكا شويه ديفلوبمون بيرسونيل للساده المشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا. احنا تو باش نمشيو لمقتطف من عرض الزياره ثم باش يكون عندنا موعد مع فقره في الميزان. محمد يا محمد من سور البيتون اسعد.
مواصلين فقرات برنامجنا وفقرة في الميزان، وسعيدة جدا اليوم باستقبال السيدة سمية أبو غانم وهي قاضية في الأحوال الشخصية، وكنا في الحلقات السابقة والحلقة اللي تعدت الأسبوع اللي فات حكينا على إجراءات الطلاق ومواصلين الحديث. أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكم. مرحبا، عايشك. إذن سيدة سمية حكينا على إجراءات الطلاق ومواصلين على الحديث على الطلاق. كما شفنا المرة اللي فاتت حكينا على أنواع الطلاق، عنا طلاق بالتراضي، طلاق للضرر، وطلاق إنشاء. اليوم باش نحاولوا نبسطوا شوية الإجراءات. كما نعرفوا الطلاق في المحكمة ما يصير كان في المحكمة بطبيعة، والمشرع بسط الإجراءات للمتقاضي. إيش معناتها؟ معناتها المتقاضي ينجم يرفع قضية طلاق وحده، مش بالضرورة باش يعمل محامي. يمشي العدل المنفذ يقول له عمل لي عريضة استدعاء باش يستدعى الطرف الثاني. المشرع حرص باش الاستدعاء يبلغ للطرف الثاني. اش معناتها؟ الاجراءات في الشخصي تختلف على المدني. المدني كي ما يلقاش في الدار، المهم تبليغ قانوني. في الطلاق يلزم الاستدعاء يوصل للمعني بالامر. علاش؟ باش نتفاداو الطلاق غيابي. ساعات تلقى اشكاليه امراه تعيش مع راجلها في الدار وهي مطلقه ما في بالاش بروحها، فوالا تجي برشا حالات. تجي برشا حالات تقول لي ما جانيش الاستدعاء. بالحق ما يجيهاش الاستدعاء، ولا الزوج يتحايل في تبليغ الاستدعاء، وذاك علاش المشرع عمل جريمه التحايل في تبليغ الاستدعاء. معناتها مثلا يقول لك مرتي خرجت مشيت لدار بوها، يعمل قضيه طلاق، وكي يستدعاه يستدعى في محل الزوجيه، الوغ هو يعرف اللي هي مش موجوده في محل الزوجيه. مش موجوده، دونك هنا فما تحايل، فما سوء نية في تبليغ الاستدعاء. أستاذة، هو عنا رقم هاتف موجود على ذمة السادة المشاهدين 71-143-473 والفاكس 71-143-371، ومعنا على الهاتف مدام سعيدة. صباح النور. صباح النور مدام سعيدة. باهي ميساج نعاود نرجعوا لها مدام سعيده، بالطبيعه حابه تتدخل معنا في الموضوع هذا، وكما قلنا هذا رقم الهاتف والفاكس موجود على ذمتكم. نرجعوا للحديث اذا معك مدام سعيده. دونك قلنا المشرع بسط الاجراءات بتاع التقاضي وطلب قضيه رفع قضيه طلاق. دونك قلنا المشرع حرص باش يبلغ الاستدعاء للمعني بالامر. كما قلت انت نتفاداو الطلاق غيابي. ساعات المراه تكون تعيش مع الراجل في الدار ويصدر حكم طلاق، تمشي تخرج مضمون، تلقى روحها مطلقه الوغ كو راجلها يسكن معها في الدار ويعاشر فيها عادي. دونك هذاك علاش يلزم نحرصوا باش الاستدعاء يوصل للطرف الثاني. هنا اول جلسه باش تكون جلسه صلحيه. وجوبا الجلسة الصلحية دورها باش القاضي يحاول يصلح بين الأزواج ويلقى صيغة باش يتفاداو المشاكل، خاصة كي يبدا فما صغار. صغار صحيح. القانون أوجب 3 جلسات صلحية، ومن بين الجلسة والجلسة شهر، أقل حاجة شهر. حتى أستاذة في كي يبدا مثلا طلاق بالتراضي جايين باش معناتها متفاهمين. طلاق بالتراضي هو 3 جلسات صلحية، إلا إذا قرروا اتفقوا الاطراف الزوز باش يكتفيوا بجلسه صلحيه واحده. حتى في وجود الاطفال. حتى في وجود الاطفال. باهي مهم. هذايا حتى كي يبدا ما فماش اطفال فما جلسه صلحيه، اقل وحده جلسه صلحيه. مش معناتها يلزم جلسه صلحيه واحده، اذا كان القاضي راه فما بوادر صلحيه ما بين الازواج، ما يسالش ياخرها جلسه وجلستين وثلاثه، المهم يحرص باش يلقى صلح، وما يعديها للمحكمه كان كي يبدا ان عدم الصلح من بداياته. عندنا سي وليد العيادي معنا مباشره من جندوبه. الو صباح الخير. الو صباح الخير. مرحبا بك خويا، يعيشك. مرحبا، تفضل. شنو تسائلك خويا؟ بربي سيد غيث، انا حبيت نقول لك اللي انا تزوجت 2017 و 2018 تعقد بيا قضيه عدليه، وقفت فيها 10 شهور. بورتون في البريود الايقاف نتاعي هذيك قاعد ننفق على الزوجه نتاعي والعائله نتاعي، ما قاعد تنفق عليها وعندي مودا وعندي كل شيء. وليد. نعم سيدي. نعم. دونك انت عرست 2017. اي نعم. توقفت 2018. اي نعم. توقفت على شنو؟ والقضيه مازلت باهي سيدي الرئيس، راه مازلت معقب انا على القضيه نتاعي، معناتها مش حكم باهي. الزوجه نتاعي قدمت بها قضيه طلاق للضرر، على اساس انا كنت موقف في الحبس، وهي قدمت بها قضيه طلاق للضرر. حبيت نسال السيد غيث، اسكو كي توقفت انا في السجن والقضيه مازالت جايه، حتى انا في حاله صرع، القضيه مازالت جايه، اسكو السجن نتاعي يعني يسمى ضرر لها هي؟
باهي، انت توقفت على شنية شنية التهمة اللي توقفت من اجلها؟ مسك مواد سمية، مسك مواد سمية. باهي، وقداش قعدت موقوف؟ 10 شهور. 10 شهور، باهي، انت كي ترى كي في الفترة 10 شهور اللي انت موقوف فيها ما اخليتش بواجب المساكنة الزوجة؟ مش عندك فما واجب مساكنة الزوجة؟ كما هي محمول عليها يلزمها تعيش معاك وتقوم بواجباتها الزوجيه، كما انت زاده محمول عليك تعيش معاها وتقوم بواجباتك الزوجيه. ما تراش انت في 10 شهور ما اخليت بالواجب هذا؟ والله لازم نكون سيده غيث اخليت بالواجب هذاك. ما القضيه اللي وقفت عليها انا قضيه كيديه، هذاك علاش انا سيده. شو يا وليد يا وليد، بصرف النظر كيديه ولا مش كيديه، هنا نحكي انا من حق الزوجه باش تقوم بقضيه طلاق للضرر، الضرر حاصل، الضرر ثابت. الضرر ثابت اللي هي 10 شهور انت غايبه عليها وما تقومش بواجباتك الزوجيه، هكا ولا وليد؟ واجبات الزوجيه ننفق عليها سيدي غايبه. لا لا لا، واجبات الزوجيه ابار واجب المساكنه معناتها. فوالا، واجبات الزوجيه عندك برشا، واجب الانفاق، واجب المعاشره، واجب المساكنه، واجب تعيش معاها فرد دارت، واجب الاخلاص، واجب الوفاء، هذم كل واجبات الزوجيه. كي انت موقوف في الحبس هذوما اتممتهم ما اتممتهمش. دونك هنا اما الفرق، انا نحكي من حق الزوجه باش تقوم طلاق للضرر، لكن المحكمه بعد تقدر تحاول تشوف تسعى للاقناع الزوجه باش تستناك باش تشوف تقنعها اذا كان بالحق هي جريمه كيديه ولا لا تنجم، هذا الكل يدخل بعين الاعتبار. فهمت؟ دونك هي توا اصدر حكم طلاق للضرر ولا لا؟ لا لا، هي قدمت قضيه لطلاق للضرر سيده غيث. اما مازال مازال ما قدمت، يعني حضرنا الجلسه الصلحيه الاولانيه والجلسه الثانيه ونزلت الجلسه الثالثه سيده غيث. انت خرجت توا بالطبيعه، كلمتك من برا سيده غيث. فوالا، دونك ما لقيتش حتى وسيله باش تتصالح انت وياها؟ ما لقيت حتى وسيله. هي بدايه شنو قدمت قضيه للضرر؟ قالت معناتها الوقت اللي توقفت فيه انا، هي انا نسكن في جندوبه وهي دربوها مثلا في نابلس، هي هزت روحها ومشات تعيش في دربوها. اما كي قدمت قضيه لطلاق للضرر قالت على اساس انا نسكن في الطابق العلوي، امي وحده وامي وحده تسكن في الطابق. وليد وليد، ما دام القضيه امام المحكمه خليها تمشي بطبيعتها، وبنجموش نحن نعطيك راي نقول لك باش يصدر حكم طلاق للضرر ولا لا. اما انا حكيت لك ما دام هي منشوره القضيه ما عنديش الحق باش نعطي راي، لكن من حقها باش تقوم طلاق للضرر على اساس الضرر حصل. لكن تقدير المحكمه من بعد، خاصه الا انت خرجت من الحبس، هذاك يخضع لاجتهاد المحكمه. ونجم سيدي غيث وانت برونتيز، خاطر انا معقب على 10 شهور، نجم ياخذ بعد مع الدواء، خاطر الاطراف اللي قاموا بالقضيه نجم. هذيك 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 حاجه اخرى، هذيك ما نحكيوش فيها. نحن توا نحكيو على قضيه الطلاق، هذيك ال 10 شهور والقضيه الاخرى ما نحكيوش فيها. اوكي؟ شكرا لك سي وليد، يعطيك الصحة إن شاء الله. بالطبيعة المعلومة وصلت. أستاذة سمية، كما شفنا معناتها القضايا تختلف من شخص إلى شخص والحيثيات، كل واحد ومشكلته. كل واحد ومشكلته. هو كما فسرت الوليد معناتها المتدخل معنا كنت واضحة، معناتها هي بما أنه مازال فما قضية، معناتها مازال فما صلح وعند السيد القاضي بالطبيعة تو يشوف، مازال ينجم يشوف بطبيعة الزوجين مازالوا يحبوا يكملوا مع بعضهم وإلا لا. هو اللي فهمناه هو مازال يحب يواصل مع زوجته وهي خيرت إنها تطلق. هنا في الطلاق كل واحد كل دوسي وعنده مشكلته، معناتها تخيل انت كل عائله وعندها المشاكل بتاعها وعندها خصوصيتها وعندها اي بالطبيعه. مادام تبين نكملوا بالطبيعه نكملوا. قلنا دونك في الجلسه الصلحيه يحرص القاضي باش يلقى ان تيران تاع صلح ما بين الاطراف. اي ساعات هما الاطراف كي يجيو فما مونك دو كوميونيكاسيون، وهذاك اهم سبب يؤدي للطلاق، اللي هما ما يحكيوش مع بعض، الحوار منعدم. كل واحد هز خشمه. يقول لك انا كي باش نبادر انا باش نحكي معاه كاني انا طيحت من قيمتي ومن روحي ومن كرامتي. دونك مصطلح الكرامه ياسر يولي يجيك، يقول لك انا باش نطيح من كرامتي باش نحكي معاه. لا، هو ما حرصش باش، ولا يقول لي انا راني باش نتصالح، بعث العدل المنفذ. معناتها بعث العدل بحضر تنبيه برجوع المحل الزوجيه ونقول له انا اللي حب الصلح
يبعث عند المنفذ بيان سور ما نبعثوش عند المنفذ. نرجعوا لقواعدنا القديمه اللي هي الاصول، نبعثوا حد من العائله ونحرصوا باش للوساطه ونلقاو شي حل. به نمشيو للمنير من ماطر ولايه بنزرت. تصبح النور منير. صباح الخير اختي الغاليه. مرحبا بك خويا. مرحبا. تفضل، شنو الاشكاليه نتاعك خويا؟ تفضل. والله مش اشكاليه، هو تساؤل وسؤال في نفس الوقت. اي تفضل. بخصوص النفقه، ما انا بين الرجل محمل بالنفقه على الزوجه والابناء والمنزل، هذا بالقانون معناه اوكي، واذا هو قادر يوم ما انه ينفق على العائله بشكل كامل وتام وبالقدا، وكيشوف وضعيه اولاده تستدعي وجود الزوجه في المنزل معناه، لان انا كنت في الخارج والولاد استحقيت ان الزوجه هي كانت تخدم انا معايا، وقلت لها نجم تقعد في الدار وانا في كفاوة باش ننفق على العائله بالقدا، ورفضت هي. هل القانون هنا في المجال هذا ماش حاجه؟ هي كل في صالح الاولاد، لا في صالح الزوجه، في صالح الزوجه معناها. علاش القانون ما يحاولش يساعد في الموقف هذا انه الزوجه تتقبل الموقف وتقعد في الدار في مصلحه الاولاد وفي الاخير؟ معناتها انت منير تحب القانون يلقى لك حل باش يجبر المراه تقعد في الدار باش تربي اولادها. خاطر احنا وصلنا لامباس ديجا. طب لا لامباس. لا 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 اخذر لي والسؤال هذا هو النتيجه، انه انا لولادي ما لقيت لهم حل اخر، والمدام رفضت انها باش مش معناها باش تقعد، خاطر احنا في الخارج كنا مش في تونس. منير نطرح عليك سؤال من جهه اخرى. نجم تقول لك المراه ايش بي انا نخدم وانت اقعد في الدار وانت تلهي بالاولاد. والله انا طرحت السؤال ويعطيك الصح، قلت لها مش نقعد انا في الدار، خاطر انا شهريتي اكثر من شهريتها، ما نجمش هي تنفق على المنزل. شو ما فماش قانون يفرض على الزوجه اللي هي باش تقعد في الدار. به بالحريات وحقوق الانسان واللي ضمنها الدستور والقانون. نعم. كل شيء. لكن معناتها انت موقفك لا يلزم المراه يلزمها تكون في الدار باش تربي الاولاد. والله منير انا نخدم من اجل منير اسمعني، من اجل مصلحه الابناء، لاجل مصلحه الابناء. كلنا يا منير الضروره جات بوجود الابناء، ما نعملش ضد المراه تخدم، اما وضعيه الاولاد استدعت ان هي بقاها في المنزل، خاصه احنا كنا نخدم في الخارج في الخليج. منير يظهر لي النساء تونس الكل تخدم اكيد، ونساء تونس وكلهم عندهم صغار. انا بيرسونيلمون عندي ثلاثه صغار، ربي يفضلهم لك يعيشك، ونخدم. دونك ما فماش حتى تنجم المراه وما شاء الله عليها المراه التونسيه توفق ما بين خدمتها ودارها وصغارها وقرايتها وكل شيء. دونك معناتها ما تفرضش على المراه باش تقعد في الدار. لا مش فرض. اي انت تقول لي نحبها تقعد في الدار. القاو صيغه تنجم تخدم نص وقت لا انا نعطيك علاش. احنا السيد الرئيس كنا في الخليج وغاديك نخدم دويتا كاش 8 ل 4 تاع العشيه، والولاد يكملوا القرايه حتى يجي المادي ساعه. الله يتسر ويبقى وحدهم في الدار، جبنا البون الاولى والثانيه والثالثه وسانا با مارشي افيك. دونك بار اوبليغاسيون الولاد يبقوا وحدهم في الدار، وما عندناش غاديك حتى السوتيان فاميليال. انتم تو في تونس؟ انتم تو في تونس؟ لا احنا خاطر روحنا بعض المشاكل. اي انتم في تونس؟ جيتي اوبليجي. اي سي وصلنا لامباس، اي خاطر هي ما نجمناش نلقاو حد. في تونس الحلول كل موجوده، الحمد لله في تونس فما الكاردوري وفما الكريش والحضانه وكل شيء. اما لا غادي اضطريت اني انا نستقيل ونروح بولادي خاطر ما لقيناش حتى حل، وصلنا لامباس. ما يسالش تروح لبلادك بتبيعها باش تحمي عائلتك وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. خسرت خدمتي، انا كنت جوتوش 2 مليون دينار غاديك، كنت قاري في جامعه في اوروبا. ما يسالش ديما نحن على خاطر 10 ملايين على خاطر الاولاد، على خاطر الاولاد نضحيوا على خاطر الاولاد. نعم. فما حتى مشكله. هي ما ضحاتش، انا ضحيت. على غزال كل واحد كيفاش يخمم في مفهوم التضحيه بالنسبه لهم. لا مصلحه الاولاد في الاخير، لا مصلحتي انا ولا مصلحتي. يعطيك الصحه، هذا المهم، مصلحه الاولاد. هي ما حابش تضحي على الاولاد. لا تو بشويه لازم تسمع. رحت انا بولادي، هي رجعت للخليج وخلتهم لي في تونس. وما عندي حتى قانون يعاونني انا باش نجبرها تبقى في تونس من اجل مصلحه اولادها مش مصلحتي انا. وخلت لي الاولاد ورجعت لهم، يعني انا كما قلت انت حقوق المراه حقوق الانسان وحقوق العمل تعطيها الحق انها تسافر وتخدم، لكن حقوق الاولاد في رعايه امهم ما ثماش ضمانات. ها السؤال فين؟ ديما نقول لك راه موقع الواحد، موقع السؤال هو الاولاد. مش هي ومشني انا، فهمتني؟ واضطريت اني انا زوج واب ونعايل في وليد 4 سنين وبنيه 9 سنين،
بقيت بها موحدي في تونس. ربي يوفقك. ما عندي حتى قانون في يدي، ما عندي حتى قانون في يدي يجبرها باش ترجع تشد ولادها. وقت اللي انا قادر ننفق عليها تروا فوا اللي تنجم تجيبوه هي، قادر بالقدا بداري بكرهبتي بفلوسي بكل شيء لابس عليه والحمد لله. نعم. بقيت روحي في امباس قانوني، فهمتي مدام؟ نعم. وربي فضلنا صغيراتنا كل فضلكم انتم. شكرا لك سيمونية. انا مع المرأة اللي تخدم يلزمها تخدم، اما توفق بين هذا وهذا، والراجل هو في الاساس راهو يلزمه يكون لابوي للمرأة والمرأة هي لابوي وكلهم في صالح الاولاد. نعم. نعم. شكرا لك سي منير، يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يحفظ لك صغيراتك. كما شفنا مدام سمية، كما قلنا المواضيع تختلف والإشكاليات من شخص إلى آخر ومن كوبل إلى آخر، الحقيقة موضوع كبير برشا هذولي ما زلنا باش نوصلوا فيها إن شاء الله. أكيد أكيد إن شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحة على حضورك معنا، على المعلومات القيمة وعلى تدخلك معنا اليوم. احنا توا باش نمشيو لنغم بصوت ملكة عويجو، ثم باش تكون حاضرة معنا مدام عطف مرسني اليوم باش نحكيو على ملكات الجمال، لكن جمال آخر بشوفوه.